مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية. النهاردة حلقتنا عن نجمة من نجوم الزمن الجميل. عملت استفتاء على صفحتي الشخصية بطلب من الجمهور التصويت عشان تكونوا أنتوا اللي تختاروا حلقتنا تكون عن مين، وبناء عليه أجمع الجميع من جمهور برنامج حكايات فنية إن حلقتنا اليوم تكون عن صوت الشجن، صوت الحب، صوت الإبداع، الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. بناء عليه حلقتنا اليوم عن نجمة الزمن الجميل الفنانة وردة الجزائرية. ميلاد الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية في 22 يوليو 1939، اتولدت في مدينة فرنسا في عاصمة في فرنسا سنة 1939 لأب جزائري وأم لبنانية. عاشت في فرنسا لأن والدها كان عنده مطعم كبير جدا في فرنسا، ومن صغرها حبت الغناء وكانت بتغني في مطعم والدها وهي عمرها 11 سنة. كانت بتغني للفنانة كوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان والفنان الكبير عبد الحليم حافظ. تأثرت جدا بالغناء وكان أول حد يسمعها ويطلب منها أنها تنزل مصر المنتجة الكبير حلمي رفلة. أصر على والدها أن لازم الصوت دوت ينزل مصر وتقدم أفلام وتقدم أغاني، لأن الصوت خسارة أن ما يكونش موجود في مصر بلد الفن كله. وبالفعل ذهبت لمصر، وكان الكلام ده سنة 1960، والأستاذ حلمي رفلة أنتج لها الفيلم الكبير أول أفلامها ألمز وعبد الحمولي. كان من أبدع أفلامه الجميلة وردة، وشاركها البطولة الفنان الكبير عادل مأمون. وفي هذا الفيلم تغنت بأجمل الأغاني زي روحي وروحك حبايب واسأل دموع عينيا وغيرها وغيرها من الأغاني الجميلة الناجحة. ومفيش فترة صغيرة جدا وقدمت أو اختاروها أنها تقدم أوبريت الوطن الأكبر مع كبار النجوم في هذا الوقت من المطربين والمطربات زي عبد الحليم حافظ والفنانة فايزة أحمد والجميلة شادية والصبوحة صباح. و معنا اتصال الفنانة الجميلة رانيا فتح الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله. والله أنا بس في البداية كده حابة أقول إن أنا مبسوطة قوي قوي إن في برامج بتهتم بالزمن الجميل زي ما بيسموه، الأغاني الجميلة اللي كلنا تربينا عليها وحبيناها، فمبسوطة بيك جدا يعني إن أنت مهتم بالمسألة دي. ميرسي قوي لحضرتك. النهاردة حلقتنا عن الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، يا ترى إيه أحب الأغاني لحضرتك؟ لا لا، وردة دي عشق اصلا، يعني انا بحبها في كل حاجات كتير جدا، انما انا عندي طبعا يعني سونج بالنسبه لي هي مفضله اللي هي في يوم وليله. طبعا دي ليها معزه خاصه يعني. من الروائع كانت الحان الاستاذ محمد عبد الوهاب. طب حضرتك بتشوفي ورده، وحضرتك دكتوره في المعهد، يا ترى بتشوفي ورده ازاي كممثله قدمت فيلم صوت الحب وفيلم حكايتي مع الزمان وايا ليل يا زمن والمز، يا ترى حضرتك بتشوفيها ازاي كممثله؟ طيب الاول انا بس طبعا يسعدني ان انا اكون دكتوره في المعهد، بس انا في الحقيقه دكتوره في قسم مسرح اداب اسكندريه. تمام. الو، بالنسبه ل ايوه مع حضرتك. انا معاك. بالنسبه لورده كممثله، لا هي اجادت فعلا في ادوار كتيره جدا، وعلى فكره دايما بنلاحظ ان مش كل المطربين هم ممثلين شاطرين بالظبط، انما ورده لا تمكنت، ما حدش يقدر ينساها في المز وعبد الحمول، يا حاجه يعني ما فيش كده بجد يعني. تمام. الفنانة الجميلة رانيا فتح الله، بشكر حضرتك جدا على المكالمة الجميلة وميرسي قوي لحضرتك. في فترة بقى كان احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو، واجتمع فنانين ومطربين الوطن الأكبر، وكان بحضور الرئيس جمال عبد الناصر، وهنا قابلت لأول مرة الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية الرئيس جمال عبد الناصر. بعد ما غنوا أوبريت الوطن الأكبر نزل جميع الفنانين عشان يسلم ويصافح الرئيس جمال عبد الناصر. سلم عليها بشدة وقال لها أهلا بالجزائر، أهلا بك يا وردة في مصر. بس للأسف بعد فترة صغيرة جدا طلع إشاعة أن الفنانة الكبيرة وردة على علاقة بالمشير عبد الحكيم عامر، وللأسف اترحلت وسافرت وغادرت مصر. لكن بعد فترة وتزوجت الأستاذ جمال قصيري وأنجبت منه ابنتها وداد وابنها رياض،
وكانت عايشة حياة مستقرة يعني، ولحد ما طلب منها الرئيس الجزائري هواري أن تغني في حفل الاستقلال العاشر عام 72، اتصل بها بالأمر إنها لازم تغني، وغنت فعلا في الاحتفالية دي. وبعدها كانت عايزة لازم ترجع مصر وترجع تاني فترة السبعينات بقى بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، والفترة دي إن ترجع تاني تقدم الفن وتقدم أغاني في مصر بلد الفن. وبالفعل اتطلقت ونزلت على مصر وقدمت مجموعة من الأغاني ومجموعة كبيرة من الأفلام. زي طب معانا اتصال ونرجع مرة تانية الأستاذة صفاء الشناوي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ معتز، إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام، حضرتك عاملة إيه؟ تمام والله، كل سنة وحضرتك طيب. ميرسي وحضرتك طيبة. يا ترى متابعانا النهاردة في حلقتنا عن الكبيرة وردة؟ طبعا أنا مش عايزة أقول لك إن أنا بقيت أرجع من شغل بدري عشان أتابع البرنامج بتاعك. ميرسي قوي، ربنا يخليك. لأن طبعا الفترة اللي فاتت الشغل، بس بأمانة يعني حضرتك ليك كاريزما كده، حضور البرنامج جميل، بيجبر الناس إنها فعلا تدخل تشوفه. ميرسي قوي لحضرتك. الله ربنا يوفقك دايما يا رب. وعموما الفنانة وردة يعني هنقول كمان صوتها أنا أحبها قوي كمطربة أكتر. يا ترى ايه احب الاغاني اللي بتحبها لحضرتك للفنانه ورده؟ انا بحب قوي اسال دموع عينيا، جميله جدا، واشتروني. طبعا صراحه يعني اغاني جميله جدا وقريبه من قلوبنا وحلوه قوي قوي والله. طب وبالنسبه للافلام حضرتك بتحب افلام ايه ليها؟ انا بصراحه انا احب مسلسل اوراق الورد. انا في الافلام مش متابعاها قوي بصراحه. لكن المسلسل اوراق الورد ده تحفه، كان مع الفنان الكبير عمر الحريري وزين العشماوي، وكان مسلسل ناجح. تمام، ميرسي قوي لحضرتك يا مدام صفاء. الاستاذه صفاء الشناوي بشكر حضرتك جدا على المكالمه الجميله. نرجع مره تانية للفنانه ورده. سنه 72 لما اتطلقت ونزلت على مصر مره تانية، تزوجت من المبدع الفنان الكبير الموسيقار بليغ حمدي، وقدموا مجموعه كبيره جدا جدا من الاغاني الجميله الناجحه اللي كلها عايشه في قلوبنا. وقدمت فيلم من الروائع، فيلم حكايتي مع الزمان، مع الفنان الكبير رشدي اباظه وسمير صبري والنجمه لبلبه، وكان فيلم ناجح جدا اخراج مخرج الروائع حسن الامام. وفي هذا الفيلم قدمت مجموعه كبيره من الاغاني الجميله زي وحشتوني وحكايتي مع الزمان ولولا الملامه، كانت لحن الاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب. وقدمت فيلم صوت الحب ايضا مع النجم الكبير حسن يوسف، وقدمت اغنيتها الرائعه العيون السود اللي كل الناس بتحبها في مصر والعالم العربي، وكانت نقطه مهمه جدا في حياه الفنانه ورده. وايضا فيلم يا ليل يا زمن كان مع الفنان رشدي اباظه، وابدعت فيه في مجموعه كبيره من الاغاني. وهي عدد افلامها للاسف يعني كان قليل، هم 6 افلام ومسلسلين، اوراق الورد سنه 79 وسنه 2006 آن الاوان فيلمها اخر مسلسل قدمته في مصر. وبعدين يعني الفنانه ورده الله يرحمها كانت متالقه جدا، قدمت افلام سينمائيه ناجحه، قدمت مسلسلين ناجحين، وقدمت ايضا مسرحيه تمر حنه مع الفنان الكبير عزت العلايلي. انما اشهر اغاني ورده بقى اللي كانت كل العالم العربي بيرددها يعني زي اغنيه ولاد الحلال والعيون السود ومع واوقاتي بتحلو، والاغنيه الجميله اللي لحنها الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وكانت الاغنيه دي لسيده الغناء العربي كوكب الشرق. بعد وفاتها للاسف ملقاش صوت قوي جميل زي ورده ان يقدم لها الاغنيه دي الفنان الكبير المبدع سيد مكاوي، وكانت اغنيه ناجحه جدا جدا بصوت الجميله ورده الجزائريه. وايضا فيلم مسلسل اغنيتها الجميله جدا الوطنيه اللي محدش بنساها ابدا، وانا على الربابه بغني، بعد حرب اكتوبر ونشيد مصر اللي شاركها في اداء الشعر الفنان الراحل محمود ياسين. وايضا لها اغاني دينيه زي اغنيه سيره الحبيب ويا رسول الله وسبحان الله. الفنانه الكبيره ورده تالقت جدا جدا في كافه الاعمال اللي قدمتها. انا جايب لحضراتكم مجموعه صور نادره، يا ريت ننزلها. دي صورتها في منزلها، يا ريت ننزل بالصور دي. في صورتها في منزلها كانت حياتها بسيطه جدا، ده مع زوجها حبيب العمر بليغ حمدي، زواج استمر 7 سنين وكانوا اسعد زوجين واجمل زوجين في الوطن العربي وفي الفن وفي الموسيقى. يعني ابدع جدا الفنان بليغ حمدي مع ورده. دي صورتها مع ابنها الكبير رياض، يعني كانت برضو كام تعبت شويه لما كانوا اولادها بعيد عنها، لكن بعد كده عاشوا معاها في مصر وقدروا يعني تحتويهم مره ثانيه، لان هي تركت ولادها في الجزائر مع والدهم وعاشت هنا في مصر عشان الفن، لان والدها
زوجها الثابت ما كانش حابب اللي هي ترجع للفن. دي صورتها، صورة نادرة جدا، لأول مرة بتعرض على التلفزيون مع بليغ حمدي، يوم كتب كتابهم الزواج اللي استمر 7 سنين، وكان ممكن يستمر أكتر من كده بس حصل شوية خلافات، لكن بعد انفصالهم اشتغلوا مع بعض، عمل لها أغنية كلماته وألحانه، هي آخر أغنية غنتها ليه، بودعك آخر وداع. والأغنية دي يعني هي غنتها وهو كان مسافر بره، عشان كان في قضية هو يعني اتهم فيها، لكن طلع بعد كده براءة. هي غنتها له وكانت يعني واقفة معاه لحد آخر يوم في حياته. الفنانة وردة للأسف 3 مرات منعت من دخول مصر ومنعت أغانيها أنها تعرض، زي الحادثة اللي أنا قلتها عن جمال عبد الناصر لما قالوا أن هي على علاقة بالمشير عبد الحكيم عامر، وبعدين عادت في السبعينات. وأيضا في السبعينات للأسف كانت غنت للرئيس السابق معمر القذافي في ليبيا، وكان وقتها في توتر بين مصر وليبيا. والمرة الثالثة في عهد الرئيس حسني مبارك كان في حفلة بمناسبة أكتوبر، انتصار أكتوبر العظيم، وكان حاضرها الرئيس محمد حسني مبارك والسيدة سوزان مبارك، وغنت وردة. معروف عن وردة اللي هي كانت تلقائية، بتكلم الجمهور وبتكلم الناس كأنها يعني بسيطة خالص، فقالت هنغني كلنا مع بعض والرئيس هيسقف معانا وكلنا نسقف مع بعض. الموضوع ده للأسف أغضب يعني الرئيس وزوجته، ومنعت أغانيها من العرض، ومنعت أنها تشارك في أي احتفالية لحرب أكتوبر. لكن بعد كده أغانيها اتذاعت تاني والناس حبتها من خلال أغانيها. والفنانة وردة كمان أحب أقول حاجة مهمة جدا، كانت علاقتها قوية بالفنان الكبير محمد عبد الوهاب. هو لحن لها أغنية في يوم وليلة، وكانت الأغنية دي هتغنيها مادة الحناوي، لكن هي غنتها بشكل مختلف عن اللحن اللي هو قدمه لها. حتى راح عاتبها بعد كده قال لها أنت بتغيري ألحاني، قالت له بدل ما هي وهابية خليتها وردية، لأن غنتها بتلقائية، بتجاوب مع الجمهور. الفنانة الوحيدة اللي كانت بتتكلم وبتهزر وبتضحك مع الجمهور، يعني ما كناش بنحس إن هي غريبة، كنا بنعتبر لها واحدة مننا لأن كانت تلقائية جدا. وقدرت اللي هي تنافس الشباب في فترة التسعينات، غيرت بقى نوع أغانيها والريتم السريع زي أغنية بتونس بيك وحرمت أحبك وأغاني تانية كتير، قدرت إنها تغير ستايل أدائها وستايل كلامها. وأغنية مثلا جرب نار الغيرة كانت ناجحة جدا جدا جدا. في إشاعة كانت ظهرت عنها اللي هي على خلاف كبير مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أنا جايب لحضراتكم مجموعة صور بتجمعهم مع بعض، كانش في اطلاقا اي خلاف بينهم. كانت الصحافه احيانا بتزايد في الكلام وبتبالغ في الاشاعات، يعني دي كانت هي حفله وهي بتقدمه وهو بيقدمها، وكان شوفوا الحب قد ايه بيسقف لها وفي حب بينهم ما كانش. طب معانا اتصال الاستاذه مريم رؤوف، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ معتز؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ مشكورة الحمد لله. يا ترى متابعانا؟ يا فندم طبعا. انا في البدايه بس يعني حابه اشكرك واهنيك في نفس الوقت. انا بشكرك على البرنامج الفريد ده، فكرته مش متكرره كتير، عشان كده عندنا شوق دايما ان احنا نشوف حاجه جديده. ميرسي قوي لحضرتك. لا دي مش مجامله فعلا، يعني انا عايزه اقول لك ان في يعني شريحه كبيره من الناس بتهتم بالسيرة الذاتية بتاعة فنانينا العظام بتاع الزمن الجميل ده، وما بنلاقيش الدوكيومنت دي، فأنت فعلا مجتهد فيها. يعني بتابعك حتى على الفيس، بشوف بتنزل صورهم، بتنزل السيرة الذاتية بتاعتهم، فأنا فعلا يعني بحييك بجد يعني، وأتمنى ليك مزيد من التفوق. ميرسي قوي قوي لحضرتك على الكلام الجميل ده، ده شهادة أعتز بيها. ميرسي جدا لحضرتك يا مدام مريم. ربنا يخليك يا فندم. ميرسي. النهارده حلقتنا عن النجمه الكبيره ورده الجزائريه، يا ترى حضرتك بتحب لها اغاني ايه؟ يعني هقول ايه ولا ايه؟ انا اقل من ان انا اتكلم على ورده اساسا، يعني دي صاحبه الحنجره الذهبيه يعني. ورده يعني في اغاني معينه كده لو الواحد مهما سمعها مش هيزهق منها. فعلا يعني مش صعب تكرارها يعني. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك حتى لو تلاحظ في برامج المسابقات وكده، لما بيبقى في أي مشترك عايز يبين إمكانياته الصوتية بيختار أغاني وردة إن هو يأديها. فعلا حقيقي.
فيا وردة قمة قمة يعني، فعلا صعب تكرارها يعني. هي فعلا في أغنية معينة بتمس قلبك أو ليها مناسبة خاصة عند حضرتك بتسعدك لما بتسمعيها؟ كتير جدا يعني، زي إيه؟ لولا الملامة. لا لا كتير جدا يعني. طب بالنسبة للأفلام، في فيلم معين حضرتك بتنجذبي ليه وبتحبي تشوفيه مهما تعاد كذا مرة بتتابعيه على طول؟ أنا برضو فعلا بحب فيلم حكايتي مع الزمان جدا مع رشدي أباظة، بحب الفيلم ده جدا. وفيلم تقريبا اسمه ليا دنيا برضو مع من محمود ياسين، الروائع. ده كان جميل. ولو افتكرنا واحنا صغيرين بقى، مش فاكره اسم المسلسل بس كفايه أوراق اغنيه الورد. بتاعت أوراق انا عندي الورد فعلا. دلوقتي يعني. الأستاذة مريم رؤوف، أنا بشكر حضرتك جدا على المكالمة الجميلة وكلام حضرتك الجميل، ميرسي جدا لحضرتك. الفنانة وردة، يعني كل الناس لما نزلت الاستفتاء الكل أجمع إن عايزين حلقة اليوم عن الفنانة وردة، وحقيقة الجمهور المتابع مش عايز يبطل اتصالات، وأنا بشكركم جدا. اللي هقدر أرد على مكالماته هرد، واللي مش هقدر يعني بعتذر له. الفنانة وردة أصيبت بمرض القلب وعملت عملية صعبة جدا جدا، هي عملية قلب مفتوح، وبعد ما تشفت منه قدرت ترجع تاني مرة تانية للساحة الفنية، وبعد فترة يعني أصيبت بالكبد وللأسف عملت زراعة كبد، وكانت عملية صعبة ومؤلمة جدا جدا جدا، والحمد لله يعني تجاوزت كل المحن دي بحب. كان ليها بقى أصدقاء كتير جدا من الوسط الفني. أنا عايز أقول لحضراتكم ما كانش ليها تقريبا أي خلاف مع حد، حتى الإشاعة اللي كانت ظاهرة في فترة الستينات والسبعينات إن هي على خلاف كبير مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ما كانش فيه الكلام ده خالص. كان أصدقائها مين بقى؟ نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، الشحرورة صباح، الفنانة الكبيرة لبلبة كانت معاها دايما باستمرار، والإذاعي وجد الحكيم، والمكير محمد عشوب. معايا مجموعة صور يا ريت ننزلها، في صور لأول مرة بتعرض دي مع العندليب أسمر عبد الحليم حافظ، والموسيقار بليغ حمدي. شوفوا صورة حب، صورة تفاؤل، يعني قد إيه روح الحب كانت بينهم وبين بعض. وفي صورة تانية دي مع حبيب العمر بليغ حمدي، الحقيقة كانوا أجمل ثنائي وأجمل الأفلام والأغاني قدموها مع بعض. ودي مع الكابتن شوبير، يعني شوفوا قد ايه كان حب الناس ليها من كل العالم يعني. وكانت صديقه برضو للاجيال الجديده زي غاده رجب، كانت بتحبها جدا، وكانت بتحب قوي قوي الفنانه انغام والفنانه امال ماهر. كان بينهم يعني كانت بتتابع الشباب الجديد وقدرت تنافسهم في اغاني سريعه قدمتها في فتره الالفينات وفي فتره التسعينات، كانت اغاني برضو هامه جدا. الفنانه ورده توفيت في 17 مايو 2012 بسبب يعني أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 73 سنة، وكان معاها في البيت المرافقة ليها هي نجاة، اللي كانت وفاتها يعني صدمة للعالم العربي كله. دي صورة نادرة مع الأستاذ محمد عشوب، ودي صورة نادرة يا جماعة أحب أول نقف عندها شوية، دي أثناء تسجيل أوبريت الوطن الأكبر والأستاذ محمد عبد الوهاب، وزي ما احنا شايفين نجاة الصغيرة وشادية وفايزة أحمد والجميلة وردة. شوفوا روح الحب كانت بين نجوم زمان ازاي. والحقيقة مفتقدين احنا الحب ده دلوقتي والمشاركة في أعمال كبيرة وهامة زي دي. الفنانة بقى وردة الله يرحمها كانت وصيتها إنها لازم تدفن في تونس في الجزائر، ودي صورة القبر بتاعها، وكان في استقبال جثمانها رئيس الجزائر وجمهورها في الجزائر ومحبيها في مصر والعالم العربي كله، كان حزين جدا جدا عليها، لأن وردة الغناء هتفضل عايشة في قلوبنا مهما الزمان عدى ومهما شفنا نجوم ونجمات ومطربين ومطربات، هتفضل وردة الحب، وردة الغناء العربي، وردة الجزائرية عايشة في قلوبنا. يعني هي تألقت كممثلة وتألقت كمطربة وحتى في المسرح، وأغاني وطنية وأغاني رومانسية وأغاني وطنية ودينية، يعني ما سابتش حاجة إلا لما غنتها وقدمتها. أحب أشكر جدا متابعين البرنامج اللي ما بيسيبوش حلقة إلا لما بيكلموني بعديها، وأنا بشكركم جدا. أحب أشكر الأستاذ محمد أبو أسعد وإياد والأستاذ أسعد على متابعتهم البرنامج، وبحب أشكر الأستاذ علي غنيم والأنسة ماسة والأستاذ عز مصطفى والأستاذة رزان، بشكركم جدا على متابعتكم البرنامج باستمرار. وبحب أشكر جدا السيدة نادية سليم اللي بتكلمني بعد كل حلقة قد إيه ست جميلة وقد إيه بتتابع البرنامج، ودايما تقول لي أنت فكرتني بالذكريات الجميلة عن نجوم ونجمات الزمن الجميل.
فانا مش عارف اشكر مين ولا مين، يعني جمهور برنامج حكايات فنيه اللي دايما بيتابعني، انا بشكركم جدا على اهتمامكم وعلى حبكم لبرنامج حكايات فنيه. واللي بيراسلوني على صفحتي برضو الشخصيه على الفيسبوك، يا ريت ننزل الصوره، يعني انا مش قادر اقول لحضراتكم قد ايه الناس اللي بتتابع البرنامج وبتتابع قناتي على اليوتيوب. دي صفحتي معتز سعد، برنامج حكايات فنيه. انا بشكركم جدا جدا على الاهتمام والتفاعل باستمرار، يعني مش عايز انسى حد، عايز اشكر كل حد بيعلق وكل حد يعني مهتم بالذكريات الفنيه عن نجوم ونجمات الزمن الجميل. انا بشكركم جدا وبشكر كل الجمهور، وان شاء الله انتظرونا الاسبوع القادم من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنيه. بشكركم والى اللقاء.